أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: يقوم أصحاب سباق الخيل بقتل الخيل عند سقوطها في الساحة عندما تكسر إحدى رجليها، وذلك بضربها بإبرة مميتة سامة، وقصدهم في ذلك أن الخيل لا ينجبر وأن هذا راحة له، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ لا، هذا لا يجوز، هذا إتلاف مال، والخيل حلال توكل، الخيل توكل، على الأقل يعطيها للحيوانات، حدائق الحيوانات، فتذبح، تذكى ذكاة شرعية، فإن أكلها أحد من الناس فهي حلال، وإن لم تؤكل تدفع للبلدية، تعطى للحيوانات في حدائق الحيوانات، ولا يهدر هذا المال، يتلف هذا المال. نعم.